سمعتك قبل شوي تقول خلونا نتجرد ونبتعد عن الطائفية وعن الحزبية ونتكلم بالمنطق والعقل. أيه. صح ولا لا؟ أنا الحين كرجل يعني جاي بدخل الإسلام، بدش الإسلام من أول وجديد يعني. يا أخي اتركنا مال، أنا رجل وفرضني وما أنت تدافع عن عقيدتك. أنت ليش الآن تلبس لباس الملحدين؟ أنا والله يا أخي يزيد أستغرب منكم. انت مو سني، تفخر ترفع راسك. انا جايب البرنامج اريدك ترفع راسك. وينك سني؟ وين السنه؟ تجيب لي كتاب الله وسنتي؟ وينه؟ طيب الله وكيلك. عندنا بالعراق يقول لا تقول سمسم اذا ما تلهم. ما في سمسم، اريد الهم. ما في سني، وينك سني يا ابو مصطفى؟ لا تاخذني بالصوت، خلي اوصل لل حي. الله يزيد، تفضل. الحين الاسلام والرسالة والتبليغ، هل هي شركة أو قطاع خاص أو تجارة عشان النبي صلى الله عليه وسلم يورثها لآل البيت مخصوص؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحسنت. هذه نقطة. لأن الله من اصطفى آل ياسين، والله من خلى هارون أخو موسى نبي. هم نقول لله شنو هي عوائل؟ يا الله ليش خليت أخوة؟ هي شغلة عائلة، إذا تشكل على الله. أنا شو غير الله؟ هذيك نبوة ورسالة، فرق. إيه حتى النبوة، بالعكس النبوة أكثر. النبوة عندكم حاكمية النبوة أكثر من هو إمام ونبي، يعني هم هو حاكم على الكرسي وهم هو نبي، والله جعلها بالعوائل. إذا إشكالنا على الله أنت، ولذلك كل إشكال على الشيعة أنتم إشكال على رب العالمين. لا حاشا لله، نحن نشكي نسوي إشكال على ربنا ونعترض على شيء. الشيء الثاني أنه اللهم صل عليك، نسيت أنا الفكرة اللي كنت بجيبها. زين، أنا الآن أجيبك على فكرة معينة. أنا سألت سؤال شوية. أخ يزيد، أنت إنسان محترم، خلينا نتجرد. اسمع يا أخ يزيد، الله لما على لسان النبي، لأن ما ينطق عن الهوى، قال تركت فيكم كتاب الله والسنة. زين، هذا معناه أنه شلون يترك الله سنة وإحنا ما نمشي بيها؟ فيجب أن نمشي على السنة، صح ولا أنا غلطان؟ أكيد رحم الله. السنة ما أثبتت ولا أوجدت شيء يدل على الإمامة بشكل صريح. بعدين شوي نقطة. طيب، إذن لما الله يقول تركت القرآن، يعني نمشي على القرآن. تركت السنة على لسان النبي، طبعا تركت السنة نمشي على السنة. شلون أنتم النبي تركنا السنة وأنتم تقولون أن النبي معصوم فقط في التبليغ؟ التبليغ هو القرآن. نعم. أي شلون خلصني من هاي الورطة؟ أنا تورطت الآن. لا مين الله سبحانه وتعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني التبليغ مش فقط القرآن. لا بالعكس، الأحاديث وكل فعل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. أيوة، يعني كل فعل حجة علينا وكل قول حجة علينا، إذن النبي معصوم في التبليغ وغير التبليغ. نعم والله أنت طيب. نعم، النبي معصوم بالتبليغ وغير التبليغ. أكيد هذا ما يحتاج لها. زين، إذا الآن جبت لك من ابن باز ومن عثيمين ومن علماءك يقولون النبي معصوم فقط في التبليغ، يا أخي أنا أقول لك ابن باز ولا الأئمة الأربعة ولا مين هل هم مشرعون؟ لا والله كلامك طيب، والله سكتتني. كلامك طيب وحجة قوية حقيقة. ما عندي مشكلة يا أخي، هذول مو أنبياء، هذول مو معصومين. الله يبارك فيك، الله يبارك بالبطن اللي حملتك. هذا كلام طيب وكلام يقرب يعني للحقيقة، وهذا اللي أريده غاية البرنامج. أنا بالنسبة لي ما دام انت دافعت عن النبي وتقول النبي حجة في كل شيء، خلاص بعد انا ما عندي شيء اخر اقوله امامك. اكيد قوله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة. بارك الزام واحد الحين. بس لا تخربها، خلينا اليوم نطلع بس لا تخربها. يلا تفضل قول. ما عليك
ما عليه. انا اشوف، انا والله انا احترم جميع وجهات النظر. انا في اليوم قاعد بين الديره احنا ويا الزيديه، عرفت الشيعه الزيديه انتم ما تحبون بعد، بس احنا وياهم متصاهرين ومتناسبين، واقعد انا وياهم نتمشكل اكثر شيء على الاسم يزيد، واخوي بعد اسمه معاويه. ابي وربني الا انا اقول لك اخوي يزيد، سمعتني من اقدمك اقول لك اخوي يزيد، صح ولا لا؟ ما عندي مشكله بالاسم، بس اسمك يزيد اسم لا تعلق باللغه طبعا. نعم. انا ابي اسال سؤال بس خذ بطيب الخاطر، يعني امر الصلاه يعني من امر المهم. النبي صلى الله عليه وسلم ما امر احد انه يصلي بحضرته الا ابي بكر، ايش الميزه او ايش اللي ليش ما خلى علي بن ابي طالب زي ما قدم في خيبر، ليش ما خلى يسوي امر الصلاه؟ ولي امر الصلاه اشد يعني عمود الدين الصلاه، ليش قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس؟ طيب انا اشكرك على هذا السؤال. اولا هذا الحديث عندكم وحجة عليكم وليس علينا، هذا أول، لكن خلينا نناقش حتى عندكم ماكو مشكلة. شوف أخي، إحنا إذا اتفقنا أن الصلاة إذا الإنسان صلى بالناس فمعناه المصلي الإمام يكون أفضل من المأموم، والدليل على ذلك أن النبي أمر أبا بكر ف أبو بكر أفضل من الباقين، اتفقنا على هاي النقطة؟ إن شاء الله، هذه تزكية من النبي. أحسنت، بارك الله، أنا أقبلها أقبلها. إذن أبو بكر إمام وأفضل من كل الموجودين، لأن النبي زكاه فقدمه في الصلاة، اتفقنا؟ نعم. أحسنت. طيب النبي في مرضه قدم أسامة ابن زيد وعمره 17 سنة، وهو كان يصلي بأبي بكر وعمر وبالجماعة كلهم، فإذا أسامة بن زيد هو إمام، هو أفضل من أبي بكر وعمر. أسامة بن زيد كان أمر على جيش، وكان هو أمير الجيش، قانون أمير الجيش هو إمامهم. نعم، ما كان من ضمنهم حتى الإمام علي، ومن ضمنهم يعني كبار. بغض النظر، لا لا، شوف شوف من دخل الإمام عن ما كان موجود بجيش أسامة، بس بغض وياهم 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 حتى ما نخرج وياهم الإمام علي تيده وياهم، خلي وياهم حتى ما نشتت الحوار، احنا عندنا نقطة معينة نريد نوصلها. انت اتفقت وياي، اسمع، اتفقت وياي اللي يصير أمير بالصلاة يصير إمام بالصلاة هو أفضل من الموجودين. الآن هل تستطيع أن تقول أن أسامة بن زيد أفضل من أبي بكر وعمر؟ مش شرط، مش شرط. القرائن لا تدل على ذا أمر وذا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما عجز عن يعني من يعني يا أخوي يزيد، من الصير من الصير يم أبو بكر صير إمامة وأفضل، ومن الصير يم أسامة صير مو شرط، ولا اللعب اللي نقول انتم تلعبون تلعبون يا اخي زيد. هذا هنا موضوع عن الامر والطاعه، حتى لو ولي عليكم عبد حبشي راسه وكانه زبيبه فاسمعوا واطيعوا. فكان جميع الصحابه او كبار الصحابه امتثلوا الامر النبي واخرجوا مع جيش اسامه، او خرجوا مع جيش اسامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يعني عجز عن اداء شيء يقوم به بنفسه كل يوم وكل ليله، فقال أميروا أبا بكر فليصلي بالناس. شوف أنا فتحت هذا الموضوع يزيد، يزيد أنا فتحت هذا الموضوع بالقناة باسم صويحبات يوسف، لكن الآن احتراما لك غيرت موضوع الحلقة حتى أجابك لاحترامي لك، فراجع الحلقات إذا تريد يعني في فترة أخرى غير هذا الموضوع، لكن أنا أجبتك وعندي أجوبة أخرى أيضا، راح اعطيك فد واحده من هذه الاجابات. شوف اخونا يزيد وابحث، شوف اذا كان الامام المصلي بامر النبي افضل من الباقين، فعندكم تقولون ان عبد الرحمن بن عوف صلى امام بالنبي محمد صلى الله عليه واله، شو رايك؟ وشلون يصلي؟ هذا موجود ذكره الحاكم في المستدرك أظن وصححه الذهبي، أنا ذكرت هذه المسألة، أنا الآن أتكلم لك من حفظي. عبد الرحمن بن عوف صلى والنبي كان مأموما يصلي خلف عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن بن عوف معناه صلى بأمر النبي، لأنه هو ما يقدم على هذا الأمر إذا لم يسمح له النبي.
فهذا معناه على قاعدتك اللي طبقتها أن عبد الرحمن بن عوف أفضل من النبي. هذه قاعدة مع الرواية ذي، أن الرواية ذي أن عبد الرحمن بن عوف كان يعني قد شرع في الصلاة. اكتب اكتب, اكتب عبد الرحمن بن عوف صلى والنبي صلى بصلاتي. خلاص رحم الله والديك، احنا ما نكذب أخونا، بس أنا لأنه أتكلم من حفظي في نفس الموضوع، في نفس الموضوع لنسلم جدلا بقول لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وعترتي أهل بيتي. أيه. طيب أنتوا الحين كشيعة إمامية، بالذات الشيعة الإمامية الجعفرية، عندكم 12 إمام وتسلسل ووقت وفارق زمني بينهم يعني مو بسيط، والإمام الأخير ضائع يعني 1200 سنة ترك الأمة في ضلال، يعني أمور تنافي العقل والمنطق، شلون أتبعهم وهو ضائع ل 1000 سنة أو 1200 سنة؟ طيب هذه ما تصير. إذا طيب. سلمنا كملت كملت طيب اولا انه الامام ضايع، هذا تعبير منك وارجو ان نختار تعبيرنا. الامام ضايع يعني ضايع بقصد الإساءة، يعني ضايع ما هو دخل السرداب عندكم انتم. زين انا اشرح لك اياها، ما مشكل. شوف اخونا الفاضل، قضيه الامام المهدي عليه السلام ما قلنا انها قضيه عاديه، هي قضيه ربانيه. يعني الان لما اي واحد، اي مؤسسه الان طبيه بهذه الأجهزة والقمر وصعدوا القمر، تقول له عندنا نبي لبث في قومه 950 عام، يضحك عليك، يضحك عليك. يجي واحد خلى خدمة، خلى كمل، انت مو قلت لك كملت، الآن دوري لا تقاطعني. تفضل تفضل. الآن يجي واحد يقول لك أنا بنيت لي صخرة صغيرة وقمت أمسك حجارة ويروني في الفيديو أضرب أحجار، وقفني واحد عندنا في بريطانيا يقول إيش فيك أنت؟ أقول لا أنا أرجم الشيطان. يقول بابا أنت مجنون، أي شيطان؟ هاي أنت بنيته وأنت تضربه يا شيطان. فذا الأمر هذا الأمر ما أمور تعبدية لا تعمل العقل والعادة فيها، وإلا يعني تكون أقدر أنا أسخر من بعض العقائد الموجودة عند الطرف الآخر بهذا. فإذا قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية ربانية تدخلت فيها العناية الإلهية، وأنا شرحت أكثر من مرة لماذا؟ لأن الأمة أضاعت 12 جوهرة و12 دليلا وطعنت بهذه الأدلة، فالثاني عشر دخلته ليملأ الأرض قسطا وعدلا كل كما تمتلئ ظلما وجورا، هذا عندنا وعدتكم. زين شنو قضية السرداب؟ قضية السرداب سامرة تربة حارة، منطقة حارة، والآن عندنا بالنجف أيضا منطقة حارة، فشو يسوون؟ يحفرون داخل سرداب حتى هذا السرداب يكون بارد، ينامون بي. ففي بيت الإمام عليه السلام كان هنالك سرداب، الإمام عليه السلام لما أرادوه اختفى في السرداب، مو بقية، اختفى، دخل واختفى في السرداب. شلون اختفى؟ الله تبارك وتعالى غيبه. قضية ربانية؟ نعم قضية ربانية. عندك دليل على هذه المسألة من كتب الشيعة، وعندك دليل على هذه المسألة من القرآن ومن الطرف الآخر؟ جواب نعم، كتب الشيعة حافلة بهذه المسألة، وكتبوا كتاب كمال الدين وكتاب الغيبة للنعماني والغيبة للطوسي وإلى الآخر، والأمر ما يحتاج بالتواتر. أما من الأدلة من السنة فعندنا الخضر غائب. شلون غائب؟ ما نعرف. وين غاب؟ ما نعرف. مين اللي غيبه؟ الله شاء أن يغيب. أنتم يا مسلمون تقولون أن عيسى عليه السلام حي، صار له 2700 سنة، شلون؟ ما نعرف. وين راح؟ ما نعرف. شلون إجا واحد وبدل مكانه؟ أي وين هذا؟ هذا طبعا هم يقولون هذه كلاوات مال المسلمين، إجا وصلبوه بدلوه شبه لهم وما أعرف إيش وكذا. طب وين راح؟ ارتفع. وين ارتفع؟ كلنا نرى وما رأيناه يرتفع،
احنا ننظر ذاك هو مصلوب ما في واحد ارتفع. وين؟ قول له ما ندري، غاب ارتفع، غاب بالسماء. مين اللي غيبه؟ الله. اذا صارت هذه صارت، حدثت حدثت، يستطيعون ان يسخروا منكم، يستطيعون. زين، ليش على ابن الزهراء عليه السلام تكون سخرية، وليش على أمور عقلائية منطقية حدثت مع الخضر، حدثت مع عيسى، حدثت مع الدجال، حدث مع صير منطقة مسألة منطقية موجودة بالقرآن؟ الآن قد ترد علي تقول لي يا وعد يا لامي، ما هذه وردت؟ نقول لك نعم، إذن الأمر ليس في مجال العقل، في مجال الورود وعدم الورود. الآن انتقلنا من نقطة أنه هل يعقل، هل ثبت أو لم يثبت، هل ثبت أو لم يثبت، فعبرنا من دليل العقل والمنطق إلى دليل إثبات هذا الأمر. عند ذلك أقول لك أخونا الحبيب يزيد أنه العقل مو بكل شيء تعمله على الأمور الربانية، والدليل على ذلك حتى الشرع دليل على ذلك شنو؟ أنا أضرب لك مثال، خزيمة بن ثابت، الشرع يقول أنه شهود اثنين. خزيمة بن ثابت لما إن أحد الناس كان مع النبي قال أنه هذا الفرس لي، فقال أنا أعطيتك الأموال، النبي قال أعطيتك الأموال، قال لا ما أعطيتني. فإجا خزيمة بن ثابت قال من يشهد؟ إجا خزيمة بن ثابت قال أنا أشهد. قالت كيف تشهد وانت لم تحضر المسألة؟ قال له يا رسول الله أمرتنا أن نزكي زكينا، وضعنا أرواحنا على الكف على الأكف، ووضعنا أن نصدقك نبيا ونتهمك خائنا أو كاذبا. فقال أجزت الشهادة وجعلت بشهادتين. ذاك سمي خزيمة ذو الشهادتين. لما تجي يقول لك ليش هذا باثنين وهذا باثنين والكل بواحد؟ إذن في أمور أخونا الحبيب يزيد، في أمور يراد نوسع أفقنا، نوسع عقلنا، حتى ما نقول واحد زائد واحد اثنين إنه ليش ما كانت وعقلي ما يتحملها وفي كذا ما يتحملها. هذه ببساطة عندي كلام طويل، لكن إن شاء الله من نفتح قضية الإمام المهدي أسأل الله أن يقذف النور في قلبك أخونا يزيد الحبيب، وجزاك الله خير. بارك الله فيك. مع أن يعني تعقيبة سريعة بس في كلمتين، الخضر والنبي عيسى صلوات ربي على نبينا وعليه، يعني موجود العقل والمنطق، يعني وارد الحاجة هذه، وفي نفس الوقت الدليل موجود. أما على المهدي ما فيها الدليل ولا العقل والمنطق برضو، يعني لا والله موجود، والله موجود، بس انا مو موضوعنا. اقدر اقرا لك 30 40 حديث في المهدي عليه السلام. تفضل سيدنا، حياك الله سيدنا. مصطفى ما قصرت، حياكم الله حجينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رحمه الله على والديك. شكرا اخونا يزيد، بارك الله بك. قبل ان يذهب الاخ، حجينا اذا ممكن اخونا يزيد تسمعني؟ تسمعني اخونا يزيد؟ اسمعك. طيب الان ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله يقول: والأثر المشهور عن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تغني شهرته عن الإسناد، إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. هذا الأثر حتى ابن تيمية يعترف به، ذكره. إذا حب أقرأ لك هذا الكلام من كلام ابن تيمية، من كلام صالح آل الشيخ، من كلام ابن عثيمين، من جميع علماء السنة يقولون هذا الأثر ثابت عن علي بن أبي طالب، ويعترف به ابن حجر في شرح صحيح البخاري، يقول ذلك في الصحيح من الأقوال: إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. هذا اتركه على جنب، يجدد لها دينها. أحسنت. ما تخلو من قائم لله بحجة؟ قائم لله بحجة يعني شنو؟ يعني حجة الله على جميع الخلق، حجة لله، حجة لله على جميع الخلق بالله العلي. الآن أسألك، من الآن في هذه في هذا الزمن الذي يتمثل بأي شخص يتمثل الحجة لله على جميع الخلق؟ من هو؟ عبد الملك الحوثي.
لا لا جاوبني بصراحة، أنا ما قاعد أمزح معك. من هو حجة الله على خير؟ حاليا والله ما في شيء شخص اجتمعت فيه جميع البراين والدلائل. يعني 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 هذا الأثر كذب، علي بن أبي طالب يكذب يعني؟ لا لا حاشا لله على أن احنا نتهم عليه، بس يعني الوقت هذا الأمور متخبصة، السنة والشيعة والفرقة، كل من يقول أنا الفرقة الناجية وغيرهم. يعني أنت تقر أنه في حجة لله على خلقه ولكن ما تعرفه، ما تستطيع الحديث على نص النبي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول على كل رأس 100 سنة يبعث الله من يجدد لها هذه الأمة أمر دينها المجدد. لا لا أنا ما أتكلم عن المجدد، أتكلم عن حجة لله على جميع الخلق، حجة الله على خلقه الجن والإنس، حجة الله على الجميع. واضح؟ إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة كي لا تبطل حجة الله وبيناته. هذا هو نص، هذا نص الكلام. من هو؟ من هو؟ أنت قل لي أنت. أنا شوف ترجع إلى 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 أنا أقول لك من هو. ترجع إلى هو يسألك هو يقول لك من هو، تقول له أنت من هو. ترجع ترجع أخونا العزيز، أنا ما جاي أضحك، أنا أتكلم معك بجد. لا لا هو سيدنا، هو يعني يحس أنه الحجة معك والحجة القوية والدليل، لكن يقول لك أنا ما أعرف صراحة، غير إنسان يعني طيب. طيب ترجع، هذا الأثر، هذا الأثر للأسف علمائك ما أوردوه بنص كامل، لأنه لو أوردوه بنص كامل لتشيعت الناس. تعرفوا أن تجد هذا الأثر الذي اجتمعوا، استشهد بابن تيمية، استشهد بابن القيم، استشهد بجزء منه، زين، ابن عبد البر، جميع علماء السنة ذكروه بلا 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 منازع، كلهم ذكروه. طيب وإذا تحب أقرأ لك الآن 20-30 عالم سلفي وغير السلفي، تعرف شنو تكملة هذا الأثر؟ وين تجده؟ تكملة هذا الأثر تجده في كتاب تهذيب الكمال للمزي في ترجمة كميل ابن زياد، يذكر هذا الأثر، يقول في أوله في ترجمة كميل، يقول وذكر له علي بن أبي طالب ما يلي، شنو يا كميل؟ إن الناس أوعية، إن القلوب أوعية، فخير القلوب أوعاها. طيب إلى أن يقول بلى، إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة كي لا تبطل حجج الله وبيناته، أولئك خلفاء الله في بلاده. شوف خلفاء الله هذول الحجج، شنو خلفاء الله في بلاده وأمنائه على عباده. كلام طويل جدا، ما ينطبق، ما ينطبق هذا الكلام، ما ينطبق هذا الكلام إلا على نبي أو وصي نبي، كلام علي بن أبي طالب عليه السلام، ما ينطبق على عالم قيادي. منو خلينا نستفيد؟ أنا والله ودي أعرف منو علشان أتابعه ونشوف ممكن نتبعه. أنا أقول لك منو، أنا أقول لك منه، أنا أقول لك منه. الآن الأثر ماذا يقول؟ بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، صح؟ نعم صح. طيب ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة دلالة للصحيح من الأقوال إن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة. عيسى يصلي خلف من؟ ابن حجر يقول خلف المهدي. ابن حجر يقول يعني القائم لله بحجة هو المهدي. واضح؟ هذا معنى كلامه. طيب هذه الشخصية، هذه الشخصية التي هي القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الاسم، اسم القائم، ما يعرف إلا عند مهدي الشيعة فقط. وحتى في الكتب المقدسة السابقة، في الكتاب المقدس في سفر إشعياء، هذا في التوراة في سفر إشعياء، يقول سيكون أصل يسي، أصل يسي من؟ يعني أصل يسي، يسي والد داود، داود بن يسي. أصل يسي يقصدون به من؟ عيسى بن مريم، لأن داود جده لأمه من أجداده. فيقول سيكون أصل يسي والقائم، نفس ما عند المسلمين عيسى والمهدي، والقائم عليه راية الأمم، إياه تطلب الأمم. ما معروف اسم القائم إلا مهدي الشيعة فقط يعرف بهذا الاسم، وعندكم سميتموه بنفس الاسم، وفي التوراة نفس الاسم، وعند الشيعة نفس الاسم، بينما عندكم رجل يصلحه الله في ليلة. خلاص
نسأل الله أن يقذف النور في قلب الأخ يزيد، وهو إنسان مؤدب وقد أنه يصل إن شاء الله إلى الحقيقة. شكرا لكم أخونا يزيد، بارك الله بك ورحمة الله على والديك. تفضل أخونا من إيرلندا. من إيرلندا تفضل حبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.